النهارده على زياره اورسيلا فاندر لاين رئيس المفوضيه النهارده وتفقدها ايضا لمعبر رفح. سياده المحافظ مساء الخير. مساء الخير استاذ احمد، اهلا بيك. الزياره وتفاصيل الزياره واللقاء اللي تم مع حضرتك النهارده كمان. هو النهارده طبعا خليني في البدايه بس انقل تعازي اهالي محافظه شمال سيناء الى اخواننا الفلسطينيين على الاحداث اللي حصلت النهارده في مخيم جبلي. يعني حاجات يشيب لها الوجدان يعني. صحيح. احنا النهارده طبعا رئيس مفوضيه الاتحاد الاوروبي شرفت باستقبالها والمرور على تقريبا قطاعات عديده من المحافظه. نعم. وكان اهمها طبعا انها جايه تتفقد المعونات اللي هي متخزنه في المخازن عشان بتدفع طبعا طبقا للتنسيق اللي بيتم بين الهلال الاحمر المصري. نعم. والفلسطيني. نعم. رئيس المفوضيه النهارده يعني قال الكلام كله صريح وما فيش فيه لبس ولا اي حاجه. زي ايه سياده المحافظ؟ يعني هي مثلا بتاكد على موضوع ما هي وتقدير وقالتها بالنص كده تقدير الاتحاد الاوروبي للدور اللي بتقوم به مصر. نعم. وبتاكد برضو واكدتها كذا مره في الحوار اللي دار بيني وبينها. نعم. الغاء فكره التهجير القسري لاهالي فلسطين. نعم. ده موضوع. واكدت برضو على ان الحل الوحيد للقضيه الفلسطينيه هو حل الدولتين. وده يعني حل ما فيهوش فصال خالص عشان خاطر نضمن حياه لشعبين يعني. نعم. وطبعا هي الزياره برضو بتاعتها النهارده طبعا انا شرفت بمقابلتها بعد ما كانت قابلت سياده الرئيس. الرئيس. نعم. وجايه يعني فيها شحنه ايجابيه كبيره جدا. فكملنا يعني مناقشه بعض الحاجات، انما الحاجه الرئيسيه اللي هي كانت جايه برضو اطمئن عليها المعونات. واحنا عندنا طبعا معونات، احنا الحمد لله يعني عندنا ثلاث محاور رئيسيه بتيجي من خلالهم المعونات. أيوة. طبعا القوافل البريه اللي بتمشي على الطرق. نعم. ودي طبعا احنا حددنا مكان عشان برضو هي حضرتك عارف يعني قبل كده في 2008 كنت حضرت نفس الموضوع ده. نعم. فكان في كل حته تلاقي عربيه محمله حاجات. عربيه مش عارف ايه. لا احنا حددنا مكان ثابت في حديقه كبيره قدام الصاله المغطاه. نعم. وكل العربيات اللي بتخش مدينه العريش بتخش على هذه المنطقة، والمنطقة دي مؤمنة بواسطة الشرطة تأمين كامل. كويس. بحيث حتى كمان ما فيش عربية بتطلع من مكانها غير لما المسؤول. احنا عندنا اتجاهين في هذا الموضوع. نعم. المسؤولين عن هذا الموضوع هو طبعا الهلال الأحمر والتحالف الوطني. نعم. التحالف الوطني. نعم. دول الاثنين بس هم المعنيين بأنهم يستقبلوا ويودوا الحاجة إلى. طيب فإحنا عندنا الطريق البري ثم المطار والمينا مش كده؟ عندنا بقى هل في سفن بدأت تيجي للمينا ولا لا؟ طبعا احنا نزلت الأسبوع اللي فات سفينة تركية جت. ويعني سفينة ذات غاطس عميق. وطبعا دي بقى فايدة الرؤية المستقبلية. ان احنا موضوع المينا دلوقتي أصبح يعني، وعلى فكرة يعني في أكثر من دولة جت ووزارة المينا وأنا معاهم برضو. كويس. وعايزين يطمئنوا ويتأكدوا. فإحنا عندنا ثلاث حاجات رئيسية. إحنا عدد الطيارات اللي وصل أستاذ أحمد لغاية النهاردة أيفن. 151 طيارة. أتكلم في حاجات يعني أرقام. نعم. وال 151 طيارة دول عليهم حمولات 3539 طن. نعم. ده دول بس جانب الطيران. نعم. البري بقى الشاحنات البري طبعًا عندنا داخل المحافظة 803 شاحنة اللي دخل من عندنا
لقطاع غزة. أيوة. 1089 شاحنة. نعم. النهاردة لحد دلوقتي 1089 شاحنة. اه 1089 شاحنه دخلوا لغايه دلوقتي. نعم. دخلوا وخلى رئيسه مفوضيه الاتحاد الاوروبي تقولها صريحه ان مصر اكبر دوله يمكن يعني اكثر من 50% من المعونات اللي دخلت قطاع غزه من مصر. نعم. كلها من مصر طبعا، وده واجبنا اتجاه يعني اهلنا في سياده المحافظ غزة. هل عملتوا اماكن تخزين اكتر يعني في ظل التيارات؟ أيوة. اللي جايه هل عملتوا؟ اتفضل. ما احنا عملنا حاجه كويسه برضو. آه. ان احنا اولا الحاجات بتاع الطيران كنا فاتحين عاملين مخازن مقفوله ومتسقفه وكل حاجه. نعم. ودي كانت قريبه من المطار على طول بحيث تطلع العربيات، ودي قصرناها فقط على الحمولات بتاعه الطائرات. نعم. اتمالت دي كلها. نعم. عملنا كان في بعض المعونات كان فيها خيام اللي هي كبيره 40 متر في 20 متر. نعم. دي عملناها وعملناها مخازن. ويعني يعني استوعبت قدر كبير من الحمولات اللي هي بقول برضو اللي جايه بالطيارات. نعم. فاحنا يعني كل يوم بنتفقد الاحوال بتاعه المساعدات وبنوجد اليات جديده. يعني احنا عندنا مثلا المنطقه الحرفيه اللي هي موجوده في العريش فيها بعض المخازن وفيها يعني الحاجات اللي هي بيبقى يشتغل عليها، دي كلها حولناها المخازن ومؤمنه وكامله. عظيم. احنا عايز اقول برضو ان احنا مش المعونة بس، احنا بنتعامل ايضا مع اهلنا. تعرف يعني حضرتك خرج لغاية امبارح. أيوة. 4093 واحد من داخل غزة الى مصر. الى مصر. أيوة. دول كلهم طبعا كلهم دول بيبقوا عايزين حاجات شؤون ادارية كتير، يعني الوسائل اللي تنقلهم وتوديهم وتجيبهم وكل الكلام ده. احنا طبعا يعني الحمد لله يعني الآليات اللي معمولة سواء للمساعدات أو للأفراد أو خلافه مخلية يعني الأمور تبقى. إحنا عندنا يعني إحنا دخل لغاية عندنا لغاية إمبارح 221 حالة إصابة، يعني 221 حالة دخلوا يتعالجوا في مصر. دخلوا يتعالجوا في مصر. أيوة. خرج منهم علاج خارجي اللي هم تركيا كانت خدت من 3 أيام 27 مصاب اللي هم علاج السرطان. والامارات خدت 9. يعني اللي خرج من مصر 36 مصاب من اجمالي 221 مصاب، والباقي كله يعني في المستشفيات المصريه. والباقي كله في المستشفيات المصريه بانسقها المختلفه. نعم. زي ما قلنا في بدايه الموضوع. نعم. ان احنا يعني تقريبا كل 20 كيلو في مستشفى جاهزه، يعني. نعم. عندنا مستشفى عندنا رفح طبعا في الاول. نعم. وبعد كده الشيخ زويد بعدها ب 20 كيلو الشيخ زويد، مستشفى بتاعت الشيخ زويد وشغاله تمام. هل سياده المحافظ دول فيهم اطفال حديث الولاده ولا بس وسرطان ولا ده لسه ما جوش؟ لا، الاطفال حديث الولاده دي ان شاء الله هيجوا على مستشفى العريش وان شاء الله مجهز لهم كل انواع الرعايه المختلفه وبنتهز الفرصه طبعا وبوجه تحية شكر وتقدير إلى جميع زملائي وقادات العظام اللي هم في الحكومة المصرية. نعم. مفيش وزير اتأخر عن طلب الطلب منه أو يعني وبعضهم قعد باليوم وبالاثنين. نعم. عشان يلبي كل الطلبات. فأنا بنتهز الفرصة حقيقي وبوجه لهم تحية شكر وتقدير على المعاونة الصادقة اللي قدموها لمحافظه شمال سيناء. طيب حديث الولاده لانه سياده الرئيس امر انهم يجوا عشان ننقذهم من الموت. تمام. بيموتوا. تمام. عددهم قد ايه؟ بالظبط. عندنا عددهم رقم؟ عددهم 27. 27. تمام. نعم. دول منتظر خلال ساعات يجوا ولا ان شاء الله ان شاء الله. طيب. ان شاء الله. عظيم. طيب سياده المحافظ حضرتك بتطمنا دلوقتي على الكميات اللي موجوده قد ايه دلوقتي عندنا لسه ما دخلتش قطاع غزه اللي هي مخزنه. لا. في شمال سيناء.
اللي هي مخزنة عندنا حوالي ما يساوي 761 شاحن. يعني جاهزين، وانت عارف النهاردة في القافلة الكبيرة حوالي 190. يعني النهاردة تحيا مصر. القافلة بتاعت النهاردة بتاعت تحيا مصر وصلت 190 شاحن. وصلت ودخلت في مكانها المخطط لها، يعني ما فيش اي مشكلة ان شاء الله. الست محافظ أرسيلا فان دير لاين دخلت المعبر مش كده، وشافت الاجراءات اللي بتتم؟ طبعا بقى عملت برضو، وانا طبعا دخلت المعبر وشرح لها الاجراءات اللي بتتم كلها على الحقيقة. وعلى فكرة بقت تسأل بعض المواطنين اللي موجودين في المكان، وبعضهم كان بيمارس زي انت عارف مناديب الدول اللي هي لها افراد عالقين او من جنسيات اخرى في قطاع غزه. المناديب دول موجودين، هي بدات تسالهم وتعرف منهم، وكان في بعض الاسئله المباشره زي يعني عن تعطيل بعض في بعض التوقيتات، تعطيل الاحتياجات اللي هي جايه من المعبر الاسرائيلي. فمعبر العوجه طبعا اللي بيعمل بيته. لان ده يعني شرحوا لها ان اسرائيل بتعطل. ما لازم بتعطل ليه؟ لانها بتجبر الشاحنات على انها احنا الشاحنات بتيجي على رفع. نعم. لازم تروح يتكشف عليها بالاشعه الاكس راي 45 كيلو رايح و45 كيلو جاي. نعم. يعني بنتكلم في 90 كيلو، 90 كيلو عربيات شاحنه كبيره وماشيه، بتاخد لها مش اقل من تحتين عشان تيجي. صحيح. طبعا كل الكلام ده، ولما بتيجي حتى كمان ما بتصرحش بتفريغها او استلامها وسط الفلسطينيين الا برضو بعد وقت معين. فطبعا وبرضو دخلت على بقى المنظر اللي كان جميل قوي، العربيات بتاعت الاسعاف المصرية اللي هي واقفة مستنية المرضى او المصابين والاطفال المغتسلين اللي موجودين. اطمأنت على ما تقوم به مصر من اجراءات وتسهيلات وتيسيرات واستعدادات. بالضبط بشكل واضح. ومن اعجابها من الافراد اللي موجودين بتوع مرفق الاسعاف. نعم. سلمت عليهم واحد واحد، يعني مرت عليهم واحد واحد وسلمت عليهم وبقت تشكر فيهم. فطبعا يعني شعور طيب، واحنا طبعا ده واجبنا طبعا، وبنؤديها على خير ما يرام. دكتور محمد عفضيل بشكرك شكرا جزيلا.